ولنقاش القصف الأخير بطائرة مسيرة في أربيل وتداعياته على المشهد الأمني العراقي. ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد السلام برواري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بكم دكتور. كيف يمكن قراءة الهجمات المتكررة على أربيل وأخرها الطائرات الأربع المسيرة التي سقطت بالقرب من القنصلية الأمريكية؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات الأخوة المتابعين. في الحقيقة أنا أعتبر هذا الهجوم هو تكملة وتواصل للهجمات السابقة التي حدثت في هذا العام وقبلها بعام. كل الأصابع تشير بالاتهام إلى ما نسميه بالفصائل الولائية، وهي فصائل مسلحة تتسلل تحت اسم الحشد الشعبي، ولكنها تعلن صراحة أنها غير ملتزمة لا بقائدها اسميا قائد عام القوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا بقيادة الحشد الشعبي. حقيقة أنا أريد فقط أن أصحح بعض تفاصيل الخبر. الهجمة الأولى كانت على بعد تقريبا 20 كيلومتر من مركز مدينة أربيل، وهذا الذي قيل بأن القنصلية الأمريكية هي حقيقة البناية التي تنشأ عليها قنصلية جديدة، يعني القنصلية الأمريكية ليست موجودة هناك على بعد 5 كيلومترات، بل هو الموقع الذي يبنى كأكبر قنصلية في المنطقة. الثانية كانت على منطقة بعيدة عن المدينة. إضافة إلى ما ذكره تقريركم، هناك تقارير تقول بأن هناك شعارات أخرى مثل يا زهراء و إمام علي إلى آخره، يعني كلها إشارات واضحة على الانتماء الطائفي لمطلقيها. ولكن يمكن من ناحية أخرى ربما التحقيقات ستبين أكثر. نعم. تعرفين أنت يعني الألاعيب الاستخبارية، قد يجوز هناك جهة أخرى لها لا علاقة لها أبدا بالعناصر الشيعية، تريد فقط أن يعني تصور الموضوع وكأنها عناصر شيعية، ولكن بالضرورة هي رسائل لحكومة الإقليم. يعني هذه الجهة سواء كانت داعش سواء كانت هذه الفصائل المنفلتة هي غير راضية عن سياسات الإقليم بصورة عامة، غير راضية عن الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة أربيل حول إعادة الأمن إلى سنجار، بما يعني طرد فككة وطرد الحشد. حتى هناك أصابع بأن حزب العمال الكردستاني فككة التركي قد يكون له أيضا ضلع في الموضوع، لأنه دخل منذ فترة زمن في محور إيران وتحركاتها إلى آخره. نعم دكتور، إلى أي مدى ساهم تقاعس الحكومة في بغداد في تعامل مع هذه الهجمات في وقت سابق، سواء في بغداد أو باقي المحافظات، وإفلات مرتكبيها من العقاب ساهم في تكرار هذه الهجمات في أربيل على غرار باقي المحافظات العراقية؟ يعني لنكون صريحين، أنا لم أتوقع ولن أتوقع من حكومة بغداد أن يكون بإمكانها القيام بأي خطوة في سبيل منع او الحد من او حتى كشف المنفذين. نحن نرى ان هناك حوادث في قلب بغداد لم تتمكن الحكومه حتى بعد القاء القبض على المرتكبين والاعتراضات، لم تتمكن من الاستمرار في ممارسه سيادتها كدوله. لذلك في النهايه يجب علينا ان لا نتوقع من حكومه بغداد ان تفعل شيئا ولا نطلب منها شيئا، ومع انها حكومه وهذا يحدث على أرضها وأقليم كردستان جزء من العراق، ولكن يعني الحكومة العراقية في وضع لا يحسد عليها. لذلك بالتأكيد عدم قدرتها على أن تثبت بأنها حكومة تضرب بمن يمس سيادتها وسلطاتها، هذا يشجع بعض على أن يقوم بأفعال أكبر من هذه. تصوري قبل يعني يوم أمس أعتقد قررت هذه الفصائل أن تقوم باستعراض عسكري كبير في محافظة ديالى شمال شرق بغداد كالذي حدث في قلب بغداد. حتى بعض الفرق التابعة للحشد الشعبي التي نسميها الموالية للسيد علي السيستاني أعلنت بصراحة بأنها لن تشترك في هذه المسيرة العسكرية وأنها تحذر من مغبات الدجدة. شاهدين يعني موقف الحكومة العراقية حقيقة
موقف العجز ولا تريد أن تتورط مباشرة مع هذه الجهات المحسوبة على إيران. ما الحلول القائمة بالمقابل أمام الحكومة في كردستان العراق لمواجهة مثل هذه الهجمات؟ يعني تعرفين حكومة إقليم كردستان لها قوات مسلحة، حرس الإقليم أو البيشمركة، هذه قوة تسليحها خفيف جدا. قوى الأمن عندنا والمخابرات قوية جدا، حتى أقوى من المخابرات العراقية. هذا ساعد في كثير من المراحل في زمن داعش أيضا على كشف كثير من المخططات، ولكن هذه العمليات نوعية جديدة، يعني هذا تطور جديد، استعمال الدرونز وطائرات بدون طيار، هذه تقنيات جديدة. يعني القوات المسلحة في كردستان لا تمتلك أسلحة ولا معدات كشفها والوقوف ضدها مع الأسف الشديد. ننتظر من القوى التحالف، لأن الهدف، أحد أهداف ضرب كردستان هو لتوصيل رسالة بأنها لا تقبل بأن تكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في أرض كردستان، وأن تكون في كردستان قنصلية أمريكية أكبر من حتى بعض السفارات، بأن تكون في كردستان يعني سياسة لا يرضون عنها. هذه الرسالة هي هذه، إذا الرسالة موجهة إلى قوى التحالف وأمريكا بالذات، ننتظر منهم هم أن يساعدونا تقنيا، وإلا للأسف الشديد قدراتنا من ناحية تقنية محدودة. شكرا جزيلا لكم. الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد السلام برواري حدثنا عبر الهاتف من فيينا.